الآن جاء موعدنا مع الأحوال الجوية والطقس. عودة مرة أخيرة إليك ليلى. شكرا أميرة وأدا، ونتحول لمتابعة أهم أخبار طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أوله ومائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 30، الصغرى 23، الإسكندرية 27، 20، مطروح 26، 19، بورسعيد 28، 24، الإسماعيلية 31، 23. ننتقل للسويس 30، 22، العريش 30، 19، طابة 30، 22، شرم الشيخ 32، 24، الغردقة 31، 24. الأقصر العظمى فيها 35، الصغرى 23، أسوان 36، 24، الوادي الجديد 35، 21، شلاتين 32، 25، وأخيرا حلايب 28، 23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.